بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. الفيديو ده انا حطيته بالظبط تقريبا ساعتين وشفت كلام عليه غريب كده يعني. تمام، احنا بنتكلم في زراعه ما بنتكلمش في سياسه. تمام، من صفه اي حد، اي دين ان كان، اي دين يا اخي ان كان، ماشي، اسلامي، دين مسيحي، دين يهودي، المنصف نقول والله انت انصفت فيك. لازم تكون منصف. امال انت صاحب رساله ليه؟ لازم تكون منصف. منصف بمعنى ايه؟ لو عدوك عمل حاجة كويسة قوله اه والله عمل حاجة كويسة، تمام؟ لو عمل حاجة سيئة قول والله عمل سيئة. لو المسلم اللي انت ابن دينه وابن جلدته لو في يوم من الايام عمل شيء قول والله انت ده خطأ وده صح. ما يزعل اخوك ده عشان تكون انسان منصف وعلى السجية فعلا بتاعتك. اما هجوم من اجل الهجوم وخلاص، فانت راجل يعني مريض عقليا، يلزمك يعني تعيد تفكير حياتك بحالها. انت مريض، انت مريض عشان تقول لي ان انا بدخل. انا مالي ومال السياسه، انا بتكلم في زراعه، بقول تركيا متقدمه في الزراعه وعامله عندها بنك بذور، وابهرتنا بالاصناف اللي شفناها اللي كناش نشوفها الا في الشركات العالميه زي ريكزوان وزي انزازادن وزي شركه كلوز وزي الشركات دي كلها. ما تدخلنيش بقى انت في حوارات تانية وفي الاسلاك الشيكه. الاسلاك الشيكه دي تدخل فيها الناس اللي ايه، اللي قاعده على المصاطب زيك. خليك محترم وخليك مؤدب وخليك عندك دين، ده اذا كان عندك من اساسه. تمام، ويا ريت سيادتك لما العمليه تنقح عليك قوي تخلي المدام بتاعتك تعمل لك مساج كده، تمام، وتسقيك مج حلب حصى وتتدفى وتنام. اللي زيك المفروض ما يصحاش الا بعد زي نومه اهل الكهف، ما يصحاش الا بعد 300 سنه، لانك انت عار على البشريه. ماشي، ما تدخلناش في اسلاك شيكه، احنا بنتكلم في زراعه. انا عندي 350 فيديو ما فيش كلمه فيهم غير عن الزراعه. السياسه دي عند خالتك انك تتكلم فيها. تمام، احنا في معرض انطاليا ما شاء الله شفنا حاجات يعني كويسه جدا. مش معنى كده بقول لك تركيا يعني جنه الله في ارضه، لا، عندهم زي ما تقول قول، بس في حاجات منصف. احنا بنتمنى ان بلادنا العربيه كلها تكون بالطريقه ده. هي شوف كل صنف من عندك ده، شوف كم صنف موجود، شوف الدنيا عاملة ازاي عنده، شطة كذا صنف، الفلفل كذا صنف، الطماطم كذا صنف. انا بتمنى ان بلدي وجميع البلاد العربية تكون متفوقة في اكتر من كده. 28 كلية زراعة تقريبا عندنا في مصر، واكتر منهم معاهد بحوث، ابتداء من احنا الحمد لله متقدمين جدا. معهد بحوث الرز عندنا تمام التمام، عندنا اصناف احنا اعلى انتاجية في العالم، ده شيء محمود لنا. عندنا في مصر ما شاء الله بالنسبة للذرة الهجين الفردي يعني من هاي تك لبايونير لفاين سيدز لكل الحاجات دي، احنا الحمد لله متقدمين جدا فيها. بالنسبة للقمح برضو اذ كنا يعني ما مشيناش الخطوات المظبوطة، ولكن عندنا اصناف ممتازة جدا ومضاهية العالم كله. بس احنا بنتكلم يا جماعة في الفاين سيدز او البذور الدقيقة دهيت اللي احنا بنشوفها، اللي هي بتكلف دولتنا كتير جدا. امتى هنوصل للي العالم ده هي وصلت؟ تمام، الراجل ده دي شركه من ضمن الشركات، طبعا انا والله ما اعرف حتى اسمها ايه. تمام، والله ما اعرف اسمها ايه، انا معايا الكتالوج ما فتحتوش اصلا. تمام، شوف بالنسبه لي البطاطس عنده 6 اصناف. مين اللي بينتج بطاطس يا جماعه؟ عندنا المحتكراها هولندا، والمحتكراها انجلترا وفرنسا، دول محتكرين ده اول بطاطس، واول بلد طبعا هولندا. تمام، اللي محتكر القصه دي. تعالى مين اللي محتكر تقاوي الطماطم؟ اكبر شركات بتوزع في الوطن العربي معروفه هي برضو انزازادن، و انزازادن هولندا، كل هولندا هي اللي محتكر القصه دي. تمام، كل تعالى بذور البتنجان، بذور الطماطم، بذور الخيار، بذور كل الحاجات دي تقريبا محتكره. تعالى على البطيخ هتلاقي شركه سكاتا هي اللي لها النصيب الاكبر من القصه دهيت، وطبعا عندك سيمنز معاهم وضم يعني شركات عالميه كلها، وللاسف الشديد كلهم خارج الوطن العربي. واحد بي 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 ده انت موزع، انت ما تقوليش اصل في الوطن العربي اصناف، ما اصناف انت بتوزعها. البنك بتاع البذور بتاعتها عندهم، الانتاج بتاع البذور عنده موجود عنده، يعني مش لازم يكون عنده كمان انتاج البذور. شايف الخرايط عنده، الخرايط اللي بتتعرض ديت، الخريطه ديت يا جماعه يا حتى الانجليزي مش كاتبينه لنا، كاتبينه لنا بالتركي، يعني حاجه يعني غم شويه. تمام، كاتبينه بالتركي ما اعرفش ليه يعني. تمام،
تيجي على الـ على الـ 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 حتى الجماعه بتوع البذور دول يا جماعه ساعات يعني صنف نيمه 1400 ده كان بيتزرع زمان في الصعيد عشان فيه نيماتودا، فالصنف ده كان بيشتغل على السامتريت، تمام؟ شركه سامتريت، تمام؟ كون بينزلوا الصنف ده ممتاز جدا، بس للاسف الصنف امريكي وبينتج فين؟ في الصين. اه هي البيزنس كده والشغل كده. ليه؟ لان ظروف الصين بتنتج بذور بالنسبه للصنف افضل من امريكا، فمش هيخبط دماغه في الحيط يعني، تمام؟ شايف الاصناف الفلفل الالوان، مفيش حاجه في الشركه اسمها ما لقيتهاش، مفيش حاجه فلفل الوان، فلفل من جميع الحاجات. ولما بتقعد تتفاوض معاه مثلا انك تدخل حاجه زي كده، تبص تلاقيه يعني طالع في السما. ليه؟ يعني مرتاح في القعدة بتاعته والدنيا ممتازة جدا عنده، يعني متكلم من مصدر قوة ومصدر ثقة، تمام؟ كل شيء، فاصوليا عريضة، فاصوليا رفيعة، بطاطس 6 أنواع، فلفل حوالي 7 8 أنواع، طماطم حوالي 7 أنواع. دي الناس اللي هي شغالة وبتواصل الليل بالنهار شغل، تمام؟ مفيش حاجة عندهم اسمها وطنية زائفة، لا، هم عندهم حاجة أنا بحب بلدي، ببدع في المجال بتاعي عشان بلدي، تمام؟ بحب بلدي، يبقى أنا النهاردة الحلو أقول والله ده حلو، الوحش أقول والله وحش بكل أريحية، وعندهم تنافس شريف، تمام؟ جماعة دول بيشتغلوا وبيشتغلوا كويس جدا، كل حاجة بيشتغلوها هم، تمام؟ وفي الـ تقريبا هم محتكرين نص المعرض شركتهم، والله شركتهم من أول الطماطم الشيري البطيخ للشمام لكل حاجة، تقريبا هم محتكرين نص الـ المعرض بالنسبة لهم. حاجة يعني ما شاء الله ممتازة جدا، حاجة مشرفة، فاهمني؟ تتمنى ايه؟ ان انا الاقي في يوم من الايام المعرض في بلدي، بنقول ان الحاجة ده هي انتجت في مصر او في السعودية او في الامارات او في العراق او في الكويت او اي بلد ان كانت، وخصوصا يعني البلاد الكبرى اللي هي بتكون الزراعة فيها هي الاساس، زي مصر وزي السودان وزي 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 زي. يعني انت النهاردة فين احنا من العالم ده؟ هو فين البنوك بتاعت الزراعة في الفاين سيدز؟ برضو ما بقولكش أنا في الحاجات التانية، أنا بتكلم في الحاجات اللي هي يعني بملايين بتتباع، هم بيصدروا بس بذور للعالم ب 185 مليون، 158 مليون دولار في السنة الواحدة، 108. بنك البذور بتاعهم هو الثالث على مستوى العالم، يعني تقدم عندهم، تقدم في البذور بطريقة مبهرة بكل المجالات بتاعتها. فلما بنعرض فيديو زي ده، هو احنا لا بنهاجم دولة ولا غيره، احنا بنهاجم ان احنا بنهاجم الـ 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 الناس اللي نايمة، الناس اللي مش عايزة تشتغل، الناس اللي هي يعني ان احنا عايزين بدل بالنسبة لك البذور ده هي بتعتبر قضية امن قومي، او والله قضية امن قومي، لانك بتصرف عليها فلوس كتير جدا، واذا ما صرفتش فلوس كتير عليها بتبقى الامور عندك مش مظبوطه، لان التنوع عندك مطلوب. انت عندك الصنف 023 ده لما اتضرب في السوق بهدل السوق المصري كله في الطماطم، واظن الاول مره كنا بنستورد طماطم من الاردن السنه اللي فاتت، صح ولا ما حصلش؟ حصل. ليه؟ حتى انت ليه لازم يكون عندك تنوع، لازم يكون عندك اكتر من صنف، والاصناف كلها تكون يعني بتنافس بعضها منافسه شريفه، والكلام ده كله المفروض يكون موجود عندنا احنا كدوله زي دوله مصر، كدوله زراعيه وكدوله كبيره ورائده في بالنسبه للدول العربيه والاسلاميه. اما ما تقوليش بقى انك انت عايز تنام وعايز تنتج، لا، انت لازم تتعب ولازم تمون، ولازم يبقى الامور عندك ممتازه جدا بالنسبه للفاين سيدز بالذات، او البذور الدقيقه اللي هي حاجه صغيره كده زي الذهب، حاجه صغيره بس الاسعار بتاعتها ايه؟ غاليه جدا. ده اللي ممكن يخلينا يعني ما شاء الله حاجه كويسه. بتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انا اشوف الكلام ده هو في بلدي مصر، ومحدش يزيد علينا في الوطنية، وبلاش الخبث اللي الناس الخبيثة بتحاول تصدره على طول الخط. خليك يعني إنسان على السجية بتاعتك كده، المفروض ربنا خلقك على الفطرة الكويسة تبقى عليها، يعني مهما كان خلافك مع أي حد لازم تكون عليه. مش عايز كده يبقى خلاص، زي ما قلت لك كده
مج حلب حصى وتخلي المدام تعمل لك مساج، ويا ريت تتنيل على عينك تنام ما تصحش تاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.